دي حقيقة. طيب تعالوا برضو نروح لموضوع جديد يواصل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج طبعا برئاسة الأستاذ محمد صبيح، يعني بيدرسوا حاليا فكرة إقامة معسكر مفتوح للاعبين، وطبعا هيتم في فروع مختلفة في المدينة الشبابية في الغردقة، وهيضم المعسكر التدريبي المفتوح للكيك بوكسينج حوالي 60 لاعب ولاعبة. وبرضو الجدير بذكر ان كان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج قرر تدشين اكاديميه خاصه بالاتحاد يكون الغرض الاساسي من انشائها، وطبعا يعني فكره الانفاق من مواردها على عناصر المنتخبات الوطنيه في مختلف الاعمار السنيه، واعتقد ان ده ملف مهم جدا. تعالوا نعرف المزيد من التفاصيل المتعلقه به من خلال كابتن محمد صبيح شخصيا وهو منورنا على التليفون، وطبعا هو رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. استاذ محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الورد يا استاذ كريم. صباح الخير استاذ نهوان. بونجور يا فندم. صباح الهنا. طيب خلينا في البدايه نعرف من حضرتك فكره تدشين اكاديميه خاصه، يعني فكرتوا فيها من اي منطلق، والمفروض ان ان شاء الله هينتج عن تدشينها ايه بالظبط الفتره اللي جايه؟ تعال نقول احنا الهدف الاساسي لاي اتحاد هدفين، رقم واحد انتشار اللعبه، رقم اثنين تحقيق نتائج. لقينا ان احنا كمنتخبات قوميه لما بقينا نعسكر، لما بدانا نعسكر طول السنه بعد النتائج اللي اتعملت وانتوا استضفتونا عندكم واتكلمنا عنها، لقينا ان احنا محتاجين موارد ازيد، ومش حابين يبقى دايما بنطلب دعم او بنطلب من الوزاره انها تساعدنا، فبنفكر في افكار بديله تساعدنا على تنميه موارد الاتحاد. فخدنا قرار نعمل اكاديميه للاتحاد. الاكاديميه للاتحاد دي بيشرف عليها يعني اكفأ عناصر التدريبيه على مستوى الجمهوريه بنختارها. كويس. فلو قدرنا نعمل دلوقتي بدأنا كسنتر في القاهرة، بنعمل مكان وبنختار على مستوى قطاعات الجمهورية 8 أماكن دي أكاديمية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. مواردها طبعا بيجي لها ناس كتير، انت عارف الكيك بوكس قد ايه انتشر في مصر؟ اه طبعا. فبيجي لها ناس كتير على اساس ثقه في كلمه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. اكيد. الموارد دي هي اللي نقدر نصرف بيها، اللي هنقدر نوفر بدل مناسب للاعبين، نقدر نزود المعسكرات اللي بنعملها للاعبين. يعني نقول باختصار انها تنميه موارد الاتحاد المصري للكيك بوكسنج للصرف على المنتخبات القوميه بشكل اكبر من قبل كده. ممكن اقول حاجه بس هنا كابتن محمد؟ اتفضلي. بجد تحياتي جدا. ليه بقى؟ ليه بقول كده؟ لان احنا لما كنا بنتكلم عن الاتحادات المختلفه ان هي لازم تبتدي تفكر ان هي تعمل مصادر دخل مختلفه، لان الدخل او المقدار اللي وزاره الشباب والرياضه بتخصصه ربما ليس كافي، مش ربما هو اكيد غير كافي، فقعدنا نتكلم طب ولو السبونسرز ما جوش لازم الاتحادات تفكر. بجد اللي حضرتك واللي حضراتكم عملتوه ده هو ده اللي احنا بالظبط كنا بنشير ليه، ابتدي افكر انا مش هقول بقى بره الصندوق او جوه الصندوق، مش مهم الصندوق ده عايزين نتخلص منه، بس انا بتكلم ان بجد هو ده التفكير السليم. انا عايز اعمل دخل جديد، فانا بعمل وين وين سيتويشن، بدرب بعمل اكاديميه، بجيب دلوقتي كوادر جديده وبكبرها تبقى بعد كده معايا، وفي نفس الوقت بصرف على المعسكرات وغيره للاعبين الاساسيين بتوعي. فبجد فكر محترم، يعني انا مش عارفه مين اللي طلع بالفكره دي، بس تحياتي ليه بصراحه. ربنا يخليك، دايما بتشجعنا يا قائد، دايما. دي حقيقه والله، دي حقيقه. بتشجعونا، ربنا يخليك. انتوا تستحقوا الدعم والتشجيع، لان الحقيقه في مجهودات ملحوظه حضراتكم بتقوموا بيها. وبالمناسبه فيما يتعلق بموضوع الدعم، امبارح كان في، اكيد حضرتك خدت بالك من الحوار الرائع اللي دار بين السيد الرئيس وبين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه فيما يتعلق بدعم الرياضيين المصريين عشان نمنع ان اي حد من ولادنا ما يبقاش معانا بعد كده ويبقى بيمارس الرياضه وبيلعب لصالح دول تانية. امبارح كان في حوار هايل في هذا الاطار، وكان السيد الرئيس حقيقه دقيق جدا مع الدكتور اشرف صبحي وقالها له كذا مره، يعني انت محتاج دعم ولا لا، محتاج دعم ولا لا، يعني لعله خير. قال له اه يا فندم محتاجين دعم. الاجابه اه طبعا، الاجابه نعم. فان شاء الله يبقى لهذا الحوار انعكاسات طيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله، ولا حضرتك شايف ايه؟ لو احنا نقول ان على مستوى يعني على اعلى مستوى في الدوله لما يبدا يفكر فينا كرياضيين ويفكر في اولادنا، وليه اولادنا بيفكروا في فكره السفر بره مع الانجازات الكبيره اللي بيعملوها، وليه الدول بتدور على اولادنا، هنشوف حاجتين. رقم واحد، اولادنا اكفاء بالمستوى اللازم اللي تخلي كل الدول تبقى محط انظارهم الابطال بتوعنا. رقم اثنين، ازاي احنا ناخد بالنا من ولادنا دول ونستثمرهم، لان هم مش بس بيجيب ميداليه او 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 بطوله ليا باسم بلدي، لا ده بينشر اسم بلدي في العالم كله، رفع علم مصر في اي منصه تتويج عالميه. ده المستوى الحاضر لتقدم الدول، بيتقاس بيه تقدم الدول وصل لحد فين، فاحنا عايزين نحافظ على اولادنا دول. رئاسه الجمهوريه، وزاره الشباب والرياضه،
طبعا طبعا البلد كلها في بقى لنا فتره في ضغوط ماليه يعني بتقابلنا كلنا، وكلنا عارفين ده. طب. ان الدوله برضو محافظه انها بتفكر ان الولاد دول احافظ عليهم، حاجه كده تحسسك بالفخر. فاحنا ان شاء الله ايدينا في ايدين بعض، وفي عز الازمه بيفكروا في مضاعفه المكافآت، وده برضو فكر محترم جدا. طبعا احنا كاتحادات، احنا كوزاره، احنا كدوله مصريه يهمنا قوي نحافظ على اولادنا، ويهمنا قد ايه الولاد دول هم ثروه قوميه لمصر، هم اللي بيعبروا عن التقدم المصري. الكلام ده ان ابني يطمن على مستقبله، ان لو انا فكرت بره الصندوق شويه ان انا كمان اامن له مستقبله، اوفر له وظيفه في المستقبل اذا تقاعد. الافكار البسيطه دي اللي تخلي ابني عنده يعني مطمن على بكره، لان حضرتك البطل ده انسان مش عادي، هو تفكيره سابق شويه، مجهوده سابق شويه، تعبه كل حاجه بيعملها في حياته مختلفه شويه. فبيبقى اول ما بيجي يفكر على مستقبله بيخاف. طب لو احنا طمناه على مستقبله، لو قلنا له ما تقلقش لا قدر الله حصل لك اصابه هنوقف جنبك، يعني هنوفر لك علاج مناسب، ما تقلقش انك بعد التقاعد هتلاقي شغل مناسب، ما تقلقش في الفتره دي الدخل اللي هيجي لك يخليك تقدر تامن ولو بشكل بسيط المستقبل، هيبقى نقله كبيره قوي للرياضيين في مصر. فاحنا بنشكر طبعا رئاسه الجمهوريه، وبنشكر دكتور اشرف على السعي المستمر، وبرضه بدعي كل رؤساء الاتحادات نفكر مع بعض ازاي نطور. بدعي كل رجال الاعمال، باكد معاك اهو وكل مره باكد، رجال الاعمال استثمروا في الرياضه المصريه. الرياضه المصريه مش كره القدم بس، احنا كابطال دوليين في العاب مختلفه نعرف نعمل كتير قوي، ونعرف يعني نساعد مع بعض في ان اسم مصر يكبر، وانت كمان تستفيد كمستثمر في الابطال بتوعنا. حضرتك بتتكلم عن سمر من شويه، وابطال كتير زي سمر محتاجين الدعم، محتاجين ان احنا نقف جنبهم عشان اللي بعديها، مش عشان سمر بس، عشان طبعًا كل الاولاد الصغيرين يفكروا انا لما بوصل زي سمر هبقى ايه. فاحنا عايزينهم يفكروا بشكل افضل. صحيح، كلام محترم جدا. وتاني هكرر يعني تحياتي جدا لاتحاد الكيك بوكسنج اللي فكر بشكل مختلف ويمكن اخذ كمان المبادره. بشكرك جدا جدا كابتن محمد صبيح، وبالتوفيق ان شاء الله.